تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تواصل مؤسسة صناع الخير لتنمية عضو التحالف جهودها للحد من مسببات العمى من خلال مبادرة عينيك في عينينا بالتعاون مع هيئة قناة السويس. وأطلقت المؤسسة قافلة جديدة بقرية عواد سالم بالإسماعيلية لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها للمواطنين، بالإضافة إلى تشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية تمهيدا لإجرائها بالمجان.